البنات، كيداير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم. اليوم البنات جيت نشارك معكم هذا الفيديو ديال لي زابارتمون ديال ديار الضخامه اللي كاينين بوزنيقه بالضبط طريق بن سليمان. البنات هاد لي زابارتمون راه جاو قرب لمسجد حي السلام، الناس ديال بوزنيقه راه غيعرفوه. وانا البنات ان شاء الله غنحاول نشارك معكم بعض المعلومات اللي عندي على هاد لي زابارتمون واللي عارفه عليهم، ونقسم معكم المعلومات اللي عندي عليهم. بالنسبه للبنات المتروات ديالهم فيهم 70 متر، وكل عماره فيها 20 بارتمان، وكل طبقه فيها 5 ديال لي زابارتمون. وكل بارتمان البنات كتكون في صاله ديالها مختلفه على الاخرى. بالنسبه لعدد ديال البيوت، كل بارتمان فيها 3 ديال البيوت او صالون وحمام وتواليت وكوزينه كما كتشوفوا البنات في الفيديو. غير هي كل بارتمان مختلفه في صاله ديالها كما قلت لكم. الناس اللي بغاو يشوفوهم نيشان وبغاو يشوفوا البلاصه فين جات، راه يمكن لكم تمشيو تشوفوهم. راه كتلقاي تما سيكوريتي وكتطلبي منه انه يوريك البارتمان اللي محلولين. اغلبيه تقريبا واحد العماره كيخليو فيها لي زابارتمون ديالها محلولين باش كتشوفي. ان فوا كتشوفي يعني كتعجبك شي بارتمان وكتشوفي الفصاله ديالك اللي عجباتك، ومن بعد البنات كتمشي عندهم تما البيرو ديالهم وكتسوليهم كيزيدو يعطوك معلومات كتر، وكيعطوك حتى المعلومات على من زعما من ناحيه ديال التصبيق. ولا بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا كريدي، هي بالنسبه للتصبيق كتصبقي 5 المليون وكتسني حتى كتخرج لك واحد الورقه، عاد كتكملي الاجراءات ديالك للبارتمان. ومن الاحسن البنات زعما اللي باغي ياخذ ان شاء الله يجي عندهم تما البيرو ديالهم ويشوف البارتمان، يشوف البارتمان نيشان وياخذ معلومات كتار ويشوف البلاصه مزيان. بالنسبه للبنات تما راه مازال كيبنيو البارتمان، وكاين العمارات اللي عامرين وكاين العمارات اللي باقيين مازال خاويين. ولات حداهم البنات واحد القهوه وواحد ايكول بريفي، هذوك هما يعني الحوايج اللي شفت تما. ومازال زعما المشروع في التطور يعني مازال كيبنيو فيه. وبالنسبه للبنات البلاصه هي زوينه وكالم وقريبه للبحر ديال بوزنيقه تقريبا بربع ساعه هكاك. البنات الفينيسولا غير بغا يعرف ديالهم يشوف البارتمان، يشوف البارتمان نيشان وياخذ معلومات كتار ويشوف البلاصه مزيان. بالنسبه للبنات تما راه مازال كيبنيو البارتمان، وكاين العمارات اللي عامرين وكاين العمارات اللي باقيين مازال خاويين. ولات حداهم البنات واحد القهوه وواحد ايكول بريفي، هذوك هما يعني الحوايج اللي شفت تما. ومازال زعما المشروع في التطور يعني مازال كيبنيو فيه. وبالنسبه للبنات البلاصه هي زوينه وكالم وقريبه للبحر ديال بوزنيقه تقريبا بربع ساعه هكاك. البنات الفينيسيولا غير بغا يعرف، انا بانوا ليا مزيانين وبانت ليا حتى الفينيسيو مزيانه، ولكن يعني ما نقدرش نحكم عليهم غير بشوفه. يعني ضروري الواحد من كي ياخذ ابارتمون ديالو كيبغي يعاودها بالطريقه اللي بغا هو. البنات الثمن ديالهم 25 مليون. وبالنسبه للناس اللي غيبغاو يسولوا حتى على المحلات التجاريه راه كاينين، والثمن ديالهم كيكون ابتداء من 15 مليون. وكنتمنى البنات نكون شاركت معكم ولو غير شويه ديال المعلومات اللي عندي على هاد لي زابارتمون. يا ليلى وصلت على النبي، يا ليلى وصلت على النبي.
وهذا هو الشكل ديال لي زابارتمون البنات من برا. وكنتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، وكنتمنى نكون فدتكم ولو غير شويه البنات في هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. وشكرا على المشاهده.